كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. أصدقائي وأحبائي، اسمحوا لي أن أعود بكم مع الكاتب الفرنسي جول فيرن إلى عام 1872 ميلادية، حيث وقعت أحداث قصتنا، وكانت رحلتنا حول العالم في 80 يوما. حسن عبدين، والمخرج فؤاد شفعي. حول العالم في 80 يوما، الرؤية الإذاعية وحوار الرحلة محمود علي فهمي. اللهم لا تشمت الأعداء وسدد خطايا بالتوفيق. وجهك لا ينطق بالتوفيق أبدا. شكرا على هذا الشعور النبيل يا حماتي العزيزة. وبعدها لكما، أتمنى أن أراكما مجتمعين معا مرة دون أن تتشاجر أو تترشق بالكلمات النارية. ألم تسمعيها يا زوجتي الحبيبة؟ تتمنى لي الفشل بدلا من أن تدعو لي بالتوفيق. إنه هو الذي أخطأ في حقي، ألم تسمعيه يصفني بأني من أعدائه؟ أرجوك يا أماه أن تكفي عن هذا الآن، حتى لا يتعكر مزاجه ويفشل في مقابلتي مع المستر فوج، وفي هذه الحالة لن يقبض الأجر المقدم. لا لا، في هذه الحالة لن أعكر مزاجك أبدا. اذهب يا حبيبي، وفقك الله في لقائك مع المستر فوج. شكرا شكرا يا حماتي العزيزة. ولو أن قلبي يحدثني أنه سيطردك من على عتبة الباب. جان باسبارتو، الخادم الجديد يا سيدي. ادخل يا باسبارتو. مستر فيلس فوج، أليس كذلك؟ نعم أنا. لقد عرفتك من الوصف يا سيدي. هذا موضوع غير وارد في مناقشتنا معا. أحب أن يكون حوارنا دائما في الأمور المتعلقة بالعمل الذي ستشغله، وأن تكون أسئلتك محددة في هذه الأمور دون أن تتعداها إلى سواها. أمر سيدي. والآن نبدأ حديثنا. لقد جئت حسب الموعد الذي حددته يا سيدي. يبدو أن ساعتك متأخرة قليلا. معذرة يا سيدي، لقد ضبطت ساعتي قبل حضوري على ساعة بيج بن. هذا شيء غير مهم، المهم أن ساعتك متأخرة 4 دقائق عن ساعتي. ولكن لا بأس، يكفي أن أحدد لك الفارق بين ساعتي وساعتك حتى تضبط توقيتاتك مع مواقيتي. الأمر أمرك يا سيدي. والآن أمنحك من الوقت 5 دقائق توجز فيها تاريخ حياتك وتعرفني بنفسك. ها، قل يا جون. جان يا سيدي، إذا لم يكن هذا يضيرك، فأنا أعرف أن الإنجليز دائما ينطقونها جون، أما عندنا نحن الفرنسيين فلا يسمى أحد بجون، إنما جان. أكمل يا جان. لم يعد عندي ما أقوله، وأعتقد أنني نجحت في أن أوجز أعمالي السابقة في أقل من المدة المحددة. ما رأيك يا جان في الجنس الآخر؟ إنهم من نار ونحن من طين، هكذا تقول الكتب السماوية. إنك تشبه، أليس كذلك؟ بل أؤكد، أعلم أن سيدي يريد أن يختبر ثقافتي الدينية. أليس كذلك يا سيدي؟ من المؤكد أنهن نار وجحيم، فهن اللائي قدنا جدنا آدم إلى الأرض. ولكن الجان يا سيدي. هل كنت تعني بالجنس الآخر الجان يا جان؟ إذن فمن يكونون أصحاب هذا الجنس الآخر غيرهم؟ أعني بالجنس الآخر النساء يا جان. يا لغبائي، تقصد جنس النساء؟ نعم، هذا ما قصدته تماما. وماذا تريد أن تعرفه عن النساء يا سيدي؟ هل تحب النساء يا جان؟ وهل هناك من يكره النساء يا سيدي؟ فإذا أنت تحبهن. يبدو أن سيدي يكره النساء. ليس كرها، ولكنه حذر، لذلك أبتعد عنهن، فهن شر. على رأي المثل، ابعد عن الشر. هل أنت متزوج يا جون؟ جان يا سيدي. هل أنت متزوج يا جان؟ نعم. لا، ليس بعد. إذن فأنت غير متزوج. طالما هذا يحلو لك. ماذا تعني بيحلو لك؟
أعني طالما هذا يحلو لك يا سيدي فسأكون مثلك ولن أتزوج. يبدو أن بك أشياء كثيرة تعجبني لم أجدها في من سبقك. إني أعتز بهذه الشهادة جدا يا سيدي. والآن يمكنك أن تعتبر نفسك في خدمتي منذ هذه اللحظة. شكرا. وستجد على هذه المنضدة كراسة فيها كل التعليمات المطلوبة منك، كما ستجد في الدور الأرضي الغرفة المخصصة لك. والآن أتركك لعملك، فقد حان موعد خروجي. بالسلامة يا سيدي. كل شيء مكتوب بتوقيت محدد. حقا إن السيد فيلسبوك رجل مرتب ومنظم. الله، لقد نسي سيدي أن ينقذني المبلغ المقدم. عندما يعود لابد أن أطالبه بالمبلغ حتى أقصف لسان حماتي المدبب. كم الساعة الآن؟ ها؟ 4:30 مساء. لقد تأخر 7 البرامبة. من هذا الذي تأخر يا أمي؟ السيد المصون والكوكب المكنون. تقصدين باسبارتو؟ وهل أعني غيره؟ هل أنت قلقة من أجله يا أمه؟ بالطبع لا، ولكن من أجل نقودي. أنا متأكدة إنه سيحضر ومعه 30 شلنا كاملة غير منقوصة. وأنا واثقة أنه سيعود بخفي حنين. إن تأخيره حتى الآن دليل نجاحه في الاختبار واستلام عمله لدى السيد فيلاس فوغ. ولما لا تقولين إن سبب تأخيره أن السيد فوغ قد ضربه بعصا فشق رأسه نصفاً؟ ماذا تقولين يا أمه؟ أقول الحقيقة يا صغيرتي. يا إلهي، إني لا أستطيع أن أتصور أن يصاب زوجي الحبيب بأذى. إني سأذهب لأطمئن عليه. في المستشفى؟ بل في قصر المستر فيلاس فوغ. هل لازلت مصرا على نظريتك في أن سارق بنك لندن لابد أن يكون من عملاء البنك؟ بل أؤكد يا عزيزي أنه لابد أن يكون من عملاء البنك المحترمين جدا. والدليل؟ الدليل ببساطة شديدة أنه لم يلفت نظر أحد الموظفين أو الحراس. فلو أن غريبا دخل البنك في ذلك اليوم لأثار تواجده في قاعة الأوراق المالية بالذات الانتباه، ولارتب فيه رجال الأمن أو موظف البنك. تعليل منطقي. ها هو المستر رالف قد جاء. يبدو أنكما كنتما تتحدثان في موضوع سرقة بنك لندن. نعم يا عزيزي، كنا نتكلم عن بعض ملامح السارق. ألم تعثروا بعد على دليل يقودكم إلى السارق رغم مرور 5 أيام على حدوث السرقة؟ لقد كلفنا فنانا برسم ملامح لشخصية الجاني حسب الأوصاف التي أدلى بها موظف البنك في الشخص الذي يشتبهون أن يكون هو السارق، ولن تمر ساعات إلا وينتهي الفنان من مهمته، وبعدها يقع العصفور في القفص، أعني الجاني. وهل تعتقد أن حكاية الصورة التي سيرسمها فنان لشخص مجهول ستنجح في العثور على سارق البنك؟ أنا شخصيا لا أؤمن مثل هذه الوسيلة في كشف سارق البنك. ومن الأفضل يا عزيزي أن تراجعوا أسماء العملاء الذين ترددوا على البنك في ذلك اليوم وسؤالهم، فمن المؤكد أن السارق أحدهم. هذا أمر عسير للغاية لسببين. أولهما أن عددهم كبير ويحتاج الأمر إلى شهور لسؤالهم، وهي مدة كافية لضياع المبلغ إلى الأبد. والسبب الثاني؟ السبب الثاني أن معظم هذه الشخصيات محترمة يصعب سؤالها، ولكن الصورة يمكنها أن تختصر الوقت والإجراءات. ولقد نجحت حكاية الصورة في كشف الغموض عن أكثر من جريمة، فمثلا باستخدام صورة رسمها نفس الفنان لملامح اللص الذي سرق خزانة اللورد سبنسر جاكسون، تمكن البوليس من العثور على اللص والقبض عليه. إني أذكر الصورة التي رسمها فنان من الأوصاف التي سمعها من الشهود الذين حضروا حفلة الليدي هوايت حيث سرق منها عقدها الماسي الثمين. لقد كانت هذه الصورة هي السبب في القبض على ذلك اللص. ولكن ليست كل مرة تنجح الطريقة.
أنا متأكد أن لص البنك سيقع بمجرد الانتهاء من الصورة التي يرسمها الفنان. أتمنى أن تتحقق أمالك يا عزيزي، فهذا يعزز مركزك جدا. حان موعد لاعب البريدج، هل سيشاركنا المستر رالف؟ بالتأكيد، حتى أنسى للحظات تعب الأيام الخمسة التي عشتها. وهل ستزامل المستر فوغ كعادتك كل يوم؟ أنا لا أحب أن أغير عاداتي أبدا مهما كانت الظروف. لو كانت حماتي هنا وشاهدت تلك الفخامة والأبهة، ترى ماذا كانت ستقول على زوج ابنتها؟ وكيف نجح في مهمته من الوهلة الأولى؟ يا أصفرت. الله الله، ما أفخم هذا الكرسي، فلأجلس عليه. إن لحظة على هذا الكرسي تريح جسم الإنسان من كل متاعبه. ترى من الطارق؟ إن الساعة الآن 6:00 PM، ولا يمكن أن يكون الطارق هو السيد فيلسبوغ. فلأفتح الباب لأعرف من يكون هذا الضيف. هل أنت بخير يا زوجي الحبيب؟ من؟ ألين؟ غدا مع المخرج المنفذ يسرية علي، وضيوف الرحلة منى جبر، كمال ياسين، تحية حافظ، وسمير وحيد، لنكمل رحلتنا حول العالم في 80 يوما. المخرج فؤاد شفعي.